بيات ألسي كفوري، ميشيل الصيفي وجوزيف كريم. العناوين. أزمة بنزين تطل برأسها من جديد. التقنين وصل إلى 50% ومناشدة من أبو شقرة عبر صوت لبنان. نحن ما بقى قدرانين نحمل هالضغط الموجود بالسوق. يا مسؤولين تفضلوا شرفوا حلوا المشكلة. الراعي: الذرائع لا تبرر عدم تشكيل الحكومة. ندعو مباشرة دولة الرئيس المكلف إلى المبادرة وتقديم تشكيلة مستحدثة. السنيورة: عون يتصرف وكأن نظام لبنان رئاسيا. تدافع بين الجيش ومتظاهرين على الحدود واعتداء على سيارة لليونيفيل. بلينكن: لا رفع للعقوبات عن إيران قريبا. انتهت مفاعيل رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي كأنها لم تكن. الحريري باق رئيسا مكلفا إلا إذا اعتذر بنفسه. الجلسة النيابية عومت الرئيس المكلف، لكنها كرست التباعد والقطيعة بين بعبدة وبيت الوسط، ولسيما بعد كلمة الحريري النارية. الأمور حكوميا عادت إلى المربع الأول، فيما المواطن يدفع ثمن المواجهة السياسية من كيسه. حياتيا، أزمة المحروقات تطل برأسها من جديد، فقد أقفل معظم محطات الوقود في بيروت والمناطق أبوابه ورفع خراطيمه رافضا استقبال الزبائن، في ظل المعلومات عن عدم تسليم شركة المحروقات صباح الغد بسبب عدم فتح الاعتمادات في مصرف لبنان. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أكد لصوت لبنان أن التقنين وصل إلى 50%، مناشدا المسؤولين إيجاد حل نهائي للأزمة. في شركات بلغتنا يوم التنين، شركات مستوردة ما رح تقدر تسلم الموزعين، لنقوم بدورنا ونسلم المحطات، وهذا الشيء واضح من قبل بعض شركات المستوردة. بعض الشركات التانية رح تسلم البضاعة اللي بتقدر من الشركات اللي بيكون عنده بضاعة، والمنشآت بكرة رح يكون في تسليم مادة مازوت من مصفاية طرابلس. هذا الشيء اللي عرفناه. نحن ما عم نقول في أزمة بالمطلق، نحن عم نوضح انه في تقنين، في تقنين بالتسليم حوالي 50%. نحن نشدنا المسؤولين، نشدنا معالي وزير الطاقة، المديرية العامة للنفط. نحن ما بقى قدرانين نحمل هالضغط الموجود بالسوق. يا مسؤولين تفضلوا شرفوا حلوا المشكلة، ومنتمنى بكرة صباحا في عنا عدة اتصالات، عدة لقاءات راح تصير ونوصل لحل، لأنه نحن ما هويتنا تسكير أو يكون في عنا أزمات بموضوع النفط. عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج لبراكس طالب مصرف لبنان بالإسراع بفتح الاعتمادات وإعطاء الموافقات للبواخر الموجودة في عرض البحر حتى يتم تأمين حاجات السوق المحلي من بنزين ومازوت، مشيرا إلى أن مادة البنزين متوفرة في البواخر الموجودة في عرض البحر، لكن يجب ألا يتأخر المصرف بفتح الاعتمادات حتى لا يتكرر المشهد الذي شهدناه في الأيام الماضية من تهافت المواطنين على محطات البنزين، مطمئنا أن لا رفع للدعم عن المحروقات. إلى ذلك، أوضحت المديرية العامة للنفط أن المنشآت في طرابلس والزهراني سلمت السوق المحلية هذا الأسبوع 20 مليون لتر من المازوت وفق نظام الحصص المعتمدة لجميع المناطق، وأكدت أنها ستقوم بتأمين حاجات السوق الأسبوع المقبل وفق رزنامة التسليم المعتمدة، مع توقعات بوصول باخرة مازوت نهاية الأسبوع. على صعيد أزمة الدواء، هل تنفرج غدا بعد اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سليمي ووزير الصحة حمد حسن؟ نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين أكد لكواليس الأحد أهمية ترشيد ملف الدواء كي نستطيع الاستمرار، لأن القطاع ينهار يوما بعد يوم. الثقة مفقودة عند المواطن، مفقودة عند الصيدلي، مفقودة عند المستورد، وأنا من الناس اللي أكثر الناس ثقتي مفقودة باللي عم بيصير. يعني أنا ما عاد في أقدر أوعد حدا بشيء، لأن أول نحن عندنا سلطة تنفيذية، وللأسف يعني ما يكون في حدا أدى المسؤولية بالنسبة لموضوع مثل الدواء. يعني موضوع مثل الدواء مش المفترض إنه التصريحات تكون متناقضة
كل واحد بيحكي مثل ما بده. لذلك انا بدي ارجع ادعي للي دعيت له قبل، وما في حل غير هو الحل، هو يكون في عنا مسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم بالنسبه للدواء، ويكون في لقاء بين المسؤولين، حاكم مصرف لبنان اللي هو المسؤول عن الدعم والمصاري عنده، ورئيس الحكومه المستقيله، لان اعتبرها هيدي منا بسيطه، هيدي تصريف اعمال من ضمن صلاحيات رئيس الحكومه، مع الوزارات المختصه بهالموضوع. مفترض ينعد على طاوله وحده نبحث موضوع كيف بدنا نتكيف بوضع خطه تتناسب مع الوضع الموجود المالي والاقتصادي بالنسبه للدواء، لان هذا الدواء منه لعبه. في السياسة، شدد البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي على أن الذرائع لا تبرر عدم تشكيل الحكومة، مؤكدا أن على النازحين السوريين العودة إلى وطنهم بعدما باتوا مواطنين عاديين. إننا ندعو مباشرة دولة الرئيس المكلف إلى المبادرة، نعم إلى المبادرة، وتقديم تشكيلة مستحدثة إلى فخامة رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، والاتفاق معه على الهيكلية والحقائب والأسماء على أساس من معايير حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها، وإذا لم يتفقا فيما بينهما فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة. المطران الياس عودي رفع الصوت قائلا ارحموا البلد وأبناءه، وأكد أننا بحاجة إلى دم جديد، إلى أشخاص إصلاحيين يضعون نصب أعينهم مصلحة البلد وخلاصه لا مصلحتهم ومصلحة أبنائهم. وأضاف نحن نفتقر إلى القرار الشجاع ممن هدروا الوقت والمال وعادوا بلبنان إلى الوراء. وتبع قائلا حتى الكارثة التي حلت ببيروت وأهلها لم يستطيعوا جلاء حقيقتها، وأخشى أن تكون هذه الحقيقة قد دفنت تحت الركام. رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة اعتبر في حديث لقناة الحدث أن رئيس الجمهورية ميشيل عون يحاول استعادة وجوده عبر وضع يده على الحكومة ويتصرف وكأن نظام لبنان رئاسيا. وأكد السنيورة أن حزب الله هو الأقوى الآن بسبب الدعم الذي يتلقاه من عون ومن إيران، وهو يميل إلى تعطيل الحكومة لإبقاء لبنان ورقة من أوراق التفاوض بيد طهران. النائب هادي أبو الحسن غرد كاتبا بالرغم من الجو المحتقن في الجلسة النيابية أمس، يبقى هناك أمل حقيقي وإمكانية جدية لتحقيق خرق في جدار الأزمة إذا انطلق الجميع من منطلق المصلحة الوطنية، كل فريق لديه قدر من التأثير على حلفائه، فكيف إذا كان تأثير البعض كبيرا فلنقدم ولنبادر، ختم أبو الحسن تغريدته. الدكتور توفيق الهندي أكد لكواليس الأحد أن الوضع اللبناني يتدحرج وأن حزب الله لا يريد الآن تشكيل الحكومة لأن إيران تضغط على الإدارة الأمريكية من خلال اليمن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين. نحن بنحكي أنه المشكلة هي بين الحريري ورئيس الجمهورية، أنا بفتكر المشكلة مش هناك. ساعة البتو ما في حزب الله يقول لهم شكلوا الحكومة، بلا، القرار بتشكيل الحكومة هو في يد حزب الله، واليوم إذا تشكلت رح تكون حكومة حزب الله بالحريري أو بغير الحريري، ولكن بالحريري لأنه بفضل هو يكون الحريري، وهذه وضحت من خلال كل هالمسرحية، وبانتظار أنه بايدن يقبل بكل الشروط الإيرانية اللي مطروحة بجنيف. سجل تدافع بين الجيش ومتظاهرين عند بوابة مزارع شبعة خلال احتفال نظمته هيئة أبناء العرقوب لمناسبة انتصار غزة، وبعد محاولة الجيش منع المتظاهرين من الاقتراب من الشريط الحدودي حصل اعتداء على سيارة قوات الطوارئ الهندية. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض تطرق في كلمته إلى ملف ترسيم الحدود البحرية. إن الدولة اللبنانية هي التي تحدد على المستوى القانوني الحدود السيادية البحرية للدولة اللبنانية، وهي التي تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة، والمقاومة معنية بهذا التحديد، معنية أن تقف إلى جانب الشعب اللبناني دفاعا عن حقه في موارده واستثماراته.
وقام عدد من عناصر حزب الله بعرض عسكري على الحدود في سهل مرج عيون مقابل مستوطنة المطلي احتفالا بعيد التحرير ونصر فلسطين. تدهور الليرة والسياحة بعد الفاصل. هل بدأت مرحلة العد العكسي لرفع الدعم؟ ما هو السيناريو المتوقع لما بعد تحرير الأسعار؟ وأين أصبحت بطاقة الفقراء؟ وماذا عن سيناريوهات لجنة الاقتصاد النيابية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع الصحفي والناشط السياسي سمير سكاف ومداخلات للنائب فريد البستاني وأستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأمريكية ناصر ياسين ومعنيين الاثنين بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نوال ليشا عبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر لأنه دايماً في أمل ودايماً في حل. 2030 منصة للتغيير. 2030 تنين 10 إلى ربع المساء مع ألبير كوستانيا عبر الـ LBCI وينقل مباشرة عبر إذاعة صوت لبنان. مع تدهور سعر الصرف وانخفاض إصابات كورونا، هل نشهد صيفا سياحيا واعدا في لبنان؟ مجد لنعيد. لطالما اعتمد لبنان على قطاع السياحة والخدمات كسبيل لإنعاش اقتصاده الهش، هذا كان في السابق وانقلب الأمر رأسا على عقب. ومع انهيار الليرة أصبح الهم الأول للبناني تأمين العملة الصعبة، حيث يتم تسعير كل شيء بالدولار أو حسب سعر الصرف في السوق السوداء، وأصبحت السياحة ممنوعة على معظم اللبنانيين. فماذا يقول نقيب أصحاب الفنادق بيير الأشقر عبر إذاعتنا عن الأمر؟ السياحة اللي عم بتصير بلبنان مبنية على السياحة الداخلية يلي هن اللبنانية يلي موجودين بالخليج العربي اللي عم يجوا على لبنان، والسبعمية لسبعمية وخمسين ألف لبناني اللي كانوا يسافروا على تركيا وقبرص واليونان. وهولي كلياتهم بلشوا يعملوا من سنة الماضي السياحة الداخلية، وهن الأساس تبع السياحة عنا نحن هلا. مع تجاوز تداولات الدولار عتبت 13 ألف ليرة، هل يكون الأمر مشجعاً للسياح العرب والأجانب؟ بالنسبة للسايح، بكلمة سايح ما في سايح فعلياً، بكلمة سايح خاصة من الغرب. أغلبية الأجانب اللي عم بيفوتوا على لبنان هن رجال أعمال أو وفود رسمية أو تابعين للNGOs يلي هن عم بيساعدوا كتير بقصص بلبنان. أما بالنسبة للسياحة عم يجي شوية عراقية وشوية أردنية ومصاروي، هول مبدئيا اللي ممكن نكون عنوانهم السائح بمعنى السائح، وكل البقية الغربيين وأهل الخليج ما عم يجوا، لأنه كمان ما تنسى أنه ضمن الظروف اللي صايرة بلبنان في تحذيرات صارت من كل السفارات الغربية بيحذروا رعاياهم من عدم المجيء إلى لبنان إلا إذا كان شيء اضطراري، والاضطراري ما بيصير إلا مع رجل أعمال. والخليجي معروف إنه صار له فترة طويلة ما عم يجي على لبنان بالنسبة للأسباب السياسية اللي صارت في لبنان واللي كانت عم بتصير واللي صارت مؤخرا. المطلوب خطة متكاملة لتشجيع السياحة تجعل القطاع حبل نجاة للقطاع الاقتصادي. مجد لي نعيد، صوت لبنان. انتهت عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس نقابة أطباء الشمال، وفازت اللائحة التوافقية المدعومة من معظم قيادات وأحزاب طرابلس والشمال. بعد إحباط عملية تهريب حشيشة من صيدا إلى مصر، نفذ مكتب مكافحة المخدرات مداهمات في منطقة دير زنون البقاعية وضبط 7 أطنان من حشيشة الكيف كانت مخبأة بطريقة احترافية في بورة الخردة، فيما تم حتى الآن توقيف 10 أشخاص في القضية. تبحث وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني عن الشاب مصطفى وليد جواد من عكار الذي جرفته الأمواج بينما كان يمارس هواية السباحة على شاطئ نهر إبراهيم حالات. <تصفيق>
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أننا لم نرى أدلة حتى الآن على رغبة إيران أو استعدادها لفعل ما هو مطلوب منها للاستجابة لالتزاماتها النووية، وقال ردا على رفع العقوبات عن إيران: لم تلتزم حتى الآن بالعودة للامتثال للاتفاق النووي. وبعد إعلان طهران أن الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انتهى، ألمح مسؤول رفض الكشف عن اسمه باحتمال تمديد الاتفاق المذكور، وأوضح أن هناك احتمالا بتمديد الاتفاق لمدة شهر بشروط. أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في اتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد الإمارات للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام، ونقل دعم الإمارات لجهود مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. الرئاسة الفلسطينية حذرت من العودة إلى نقطة البداية إذا استمر اقتحام الأقصى وحصار الشيخ جراح. الخارجية الفلسطينية دعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم إسرائيل، ودانت استمرار الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى معتبرة أنها استخفاف بالمواقف الدولية التي طالبت الدولة العبرية بوقف اعتداءاتها على القدس. منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أكدت أن التصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة حماس تسبب بوضع إنساني خطير في غزة، وقالت المواطنون هناك تحملوا معاناة قاسية وتعرضوا لصدمة وهم في حالة إحباط بعد جولة العنف الأخيرة، وأعلنت أنها ستطلق مناشدة جماعية لتقديم المساعدات بمقدار 18 مليون دولار. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده لا تستبعد فرض إجراءات صحية أكثر صرامة على القادمين من بريطانيا بسبب انتشار السلالة الهندية فيها. مسؤولون بريطانيون في مجال الصحة أكدوا اليوم أن جرعتين من لقاحات كورونا يمكنهما الوقاية من السلالة الهندية بنسبة كبيرة، في وقت أمل وزير الصحة البريطاني في أن تستطيع الحكومة رفع المزيد من قيود كوفيد الشهر المقبل. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في حادثة سقوط عربة تلفريك شمال إيطاليا. الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. كان في النشرة: أزمة بنزين تطل برأسها من جديد، التقنين وصل إلى 50%، ومناشدة من أبو شقرة عبر صوت لبنان: نحن ما بقى قدرانين نحمل هالضغط الموجود بالسوق، يا مسؤولين تفضلوا شرفوا حلوا المشكلة. الراعي: الذرائع لا تبرر عدم تشكيل الحكومة. ندعو مباشرة دولة الرئيس المكلف إلى المبادرة وتقديم تشكيلة مستحدثة. السنيورة: عون يتصرف وكأن نظام لبنان رئاسيا. تدافع بين الجيش ومتظاهرين على الحدود واعتداء على سيارة لليونيفيل. بلينكين: لا رفع للعقوبات عن إيران قريبا. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.